إن العسل يمنح المرأة الحامل الطاقة اللازمة لها، خصوصا في ساعات الصباح حيث تستيقظ في حالة من الوهن والكسل والخمول. لذلك يفضل أن تتناول الحامل العسل على ريق ومخلوطا بالماء، وهو يقوم بمفعول سحري وفوري من ضبط معدل السكر في الدم، ويمنح الحامل السعرات الحرارية اللازمة للحركة خلال النهار. يساعد العسل على حل مشكلات الجهاز التنفسي العلوي عند الحامل مثل التهاب الحلق والرشح، ويمكن أن تقوم الحامل بتناوله مخففا مع الماء وقطرات من الليمون، فتحصل على تعقيم وتطهير للمكان بالكامل ودون اللجوء إلى الأدوية. كما يساعد العسل المرأة على الحصول على قيمة غذائية عالية وشاملة، فالعسل يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء جسمها وتعويضها بما يمتصه الجنين منها، ويمكن خلطه بحبوب الشوفان للحصول على قيمة غذائية أكبر. كما يحتوي العسل على مضادات الأكسدة والتي تقوي مناعة الحامل ويقيها من الأمراض. يعمل العسل على تخليص الحامل من كل مشكلات الجهاز الهضمي من الإمساك والإسهال وحرقة المعدة، لكن يجب تناوله باعتدال نظرا لارتفاع محتواه الحراري. كما يعمل العسل على حماية الجهاز العصبي للجنين نظرا لغناه بفيتامين باء، وهو يحمي من التشوهات الخلقية عموما. كما يحمي العسل الحامل من الولادة المبكرة التي تهدد حياة الجنين، حيث يمنع التهاب الرحم ويقوي جداره الخارجي والداخلي، كما يقوي الجهاز المناعي للجنين، كما يقوي عظام الجنين بسبب ما يحتويه من كالسيوم وفوسفور، كما يحافظ على أنسجة الجنين ويبقيها لينة ويحميه من التهابات الأنسجة، فهو يحافظ على الكالسيوم في عظامه وبالتالي يحمي الأنسجة المحيطة بها. الجنين الذي تتناول أمه العسل لا يعاني من أمراض الجهاز التنفسي العلوي مثل الرشح والاحتقان وانسداد الأنف بعد الولادة، كما يحافظ على الوزن الطبيعي للجنين ويحميه من ضمور العضلات. تتعرض الحامل لأعراض التسمم الغذائي في حال تناولت العسل بكثرة. من هذه الأعراض ما يلي: الإمساك، التنفس البطيء، ترهل الجفون، فقدان التحكم في حركات الرأس، الشلل الذي ينتشر إلى الأسفل، الرغبة في النوم والخمول. كما يحتوي العسل على بكتيريا قد تكون ضارة بالحامل، وإن كثرة تناول العسل تؤدي إلى تهيج جدار المعدة، وذلك عند بعض الحوامل.